خليني اخدكم ونروح على طيب تعالى نقول انها تصور حول انه فلان الفلاني عاوز يشتغل في الحكومة. واحنا في مصر عندنا مثل قديم رائج يقول لك ان فاتك الميري اتمرغ في ترابه. انا مش عارف ليه الحقيقة، يعني انا طول عمري بشتغل في شركات بصراحة، مرة واحدة اشتغلت ميري. المهم سيبنا من تجربتي في الميري، لكن خليني هقول لك انه انا مش عارف فعلا ليه اصرار البني آدم على انه او الانسان المواطن انا عاوز اشتغل في الحكومة ليه، انا معرفش. طيب تعديل سن التقدم للوظيفة ليصبح 40 سنة، يعني انا اكيد قبل ما تم الـ40 كنت بشتغل برا الحكومة، انا جاي اقدم شغلي في الحكومة، عاوز اشتغل في الحكومة. طب انا ما كنتش بشتغل في الحكومة فكنت بشتغل في مكان ما، انا ليه هقول اتخرجت عندي 22 سنة مثلا يعني، فأنا ليه بعد 18 سنة شغل خارج دولاب الحكومة أو خارج دولاب الدولة عاوز أرجع تاني للحكومة، أو أصلا أدخل، مش هرجع تاني، ده أنا هدخل من أول وجديد الحكومة ليه؟ السؤال. وليه سن 40؟ ما دي برضو حاجة مهمة جدا. السؤال اللي بعده، وهل أنا عايز أزود حجم الوظائف الحكومية عندي؟ أنا عندي الجهاز الحكومي يا جماعة متخم بالموظفين، أنا عايز أزودهم ولا عاوز أقللهم ولا عايز أثبت العدد على كده على الأقل تقدير يعني بما يتناسب مع إجمالي عدد المواطنين المصريين؟ في قانون الحقيقة أو مشروع لقانون بيتم دلوقتي مناقشته ما بين السادة النواب، عايزين نعرف تفاصيل هذا المشروع. سيادة النائبة أمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بتعلن اعتزامها التقدم رسميا بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة لـ40 سنة، هو دلوقتي 30 سنة. السؤال بقى ليه يا سيادة النائبة؟ أهلا بيك أولا سيادة النائبة أمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إزاي حضرتك؟ ازيك يا يوسف بيه؟ ازاي سعادتك؟ سنة سعيدة عليكي وعليك وعلى كل الأسرة الكريمة. الله يخليك يا رب. وعلى البرنامج جميعا يا رب. تعيش يا فندم. قول لنا تفاصيل القانون وإيه السبب وراه؟ يا فندم أنا بس هاخد من كلام سيادتك لأنك علقت على نقاط معينة وأنا حابة إن يعني تحت أمرك. الله يخليك، يعني دايما أنت يتسع صدرك للمناقشة الجميلة. الله يخليك يا فندم. احنا عندنا عجز شديد في زي ما حضرتك عارف في مجالات كتيرة في الحكومة، مثلا زي وزارة التربية والتعليم عندنا عجز في المدرسين، عندنا عجز في الأطباء، وده احنا بنلاقيه في مناحي كتيرة. لما بنبص نلاقي انه شكاوي كتيرة من عدم توفر مدرسين ونقلهم من مكان لمكان وانتداب الأطباء أو كده من مكان لمكان. فإحنا يعني نقطة إن في عجز في الحكومة، في عجز في الوظائف في الحكومة، لأن بقالنا فترة طويلة ما فيش تعيينات كانت بتتم في الحكومة، وده كان يعني إجراء سليم لأنه إحنا كانت فعلا الأروقة الحكومية متكدسة بوظائف وبموظفين، نقدر نقول إن ما كانوش مؤهلين بالشكل اللازم علشان يقدروا يقوموا بهذه المهن، نظرا لان كانت بتتداخل عوامل كثيره في التعيينات سابقا، وكان بصراحه بيخش كثير من الوساطه في التعيينات داخل الاروقه الحكوميه، وكان معيار الكفاءه ما كانش هو المتوارد والموجود بالنسبه للوظيفه الحكوميه. وكان الموظف يعني دايما لما كنت تروح مصلحة حكومية ما كنتش تلاقي الموظف لأنه كان بيعتذر أو بيمضي ويمشي، فكانت في بعض الأمور اللي كانت سلبية. وحاليا طبعا إدارة التنظيم والإدارة مع الأخ صالح الشيخ يعني قايم بدور كويس جدا في إنه دلوقتي عملية الاختيارات الخاصة بالوظائف الحكومية بقت لها معايير واختبارات، وبقى فيها شروط
للكفاءة عالية جدا، إلا أنه طبعا حضرتك لو متذكر كان أشار رئيس الوزراء بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا كان وجه لرفع سن القبول للمعلمين في المسابقات بوزارة التربية من سن 35 إلى 40 عام، وده أشار إليه السيد رئيس الوزراء في الصحف، وكانت برضو قامت الشركة القابضة للكهرباء بتعديل السن القبول للمتقدمين في المسابقات من 30 ل 33 سنة، ده علشان برضو القماشة تكون كبيرة وأعرض شوية في الخبرات بالنسبة لمجال زي مجال الشركة القابضة للكهرباء. حاليا يا فندم في حاجة غريبة ظهرت في مسابقات وزارة العدل والبريد ووزارة التعليم، المسابقات دي مطروحة حاليا رغم التوجه من الرئيس اللي أشار إليه السيد رئيس الوزراء، إلا أن احنا لاحظنا أن تم تحديد السن 30 سنة. طبعا سن 30 سنة يعني مش محدد في الدستور وما فيش تحديد في القانون الخدمة المدنية بحد أقصى للسن. الحد اللي تم تحديده في القانون هو الحد الأدنى وهو 18 سنة. أما مبدأ المساواة في التعيين أو في الحصول على الوظيفة بيعتمد على الكفاءة، صح، يعتمد على الإنسان الذي يستطيع أن تتطابق شروطه مع شروط الوظيفة. وبالتالي المعيار اللي بيتحدد فيه السن ده غير قانوني. مجلس الدولة في حكمها القضائي اللي صدر في القضاء الإداري حضر تحديد السن بشغل أي وظيفة، وقال إن ده مخالف للدستور، وانتهى القضاء الإداري إلى عدم قانونية قرار الجهة الإدارية إذا كانت جهة إدارية أو حتى بالجامعات، إذا كان قانون كان حكم صدر ضد أحد الجامعات وألغى المسابقة اللي انطرحت من هذه الجامعة بسبب تحديد السن الأقصى للتعيين. فإحنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا، العديد من الشباب والله يا أخ يوسف موجودين مش حضرتك اللي هم مش عايزين يشتغلوا بالقطاع الخاص وعايزين يشتغلوا بالقطاع الحكومي، لا، العدد الكبير من الشباب المؤهل واللي حاصل على ماجستيرات ودكتوراه وبامتياز أعداد كبيرة، وكلهم بيتوجهوا لينا زي ما أنت عارف، أنت راجل نائب في مجلس النواب وبتقابل أكيد عدد كبير من الشباب بيسألوك عن الوظائف وإحنا ما بنشتغلش وإحنا مش حاطين على عمل. في عدد من الشباب بالفعل مش شغال لا في الحكومة ولا في القطاع الخاص لأن الفرص اللي كانت متاحة كانت بتبقى قليلة إذا كان في القطاع الخاص أو القطاع العام. وفي أعداد من الشباب دي موجودة وبتكلمنا كل يوم. ما هو ذات النائبة هنا في جدلية ما إذا سمحتي لي، يعني هي مسألة إنه طب هو ما بيشتغلش ليه؟ هل هو ما بيشتغلش علشان خاطر إنه شهادته مش مساعداه؟ حضرتك بتقولي لا، ده الناس دي حاصلة على ماجستير ودكتوراه وبدرجات امتياز. ويمكن هنا يمكن هطرح سؤال وقد يثير حفيظة البعض، هل بالضرورة كل من حصل على الماجستير والدكتوراه هو عنده الكفاءة اللازمة للعمل في القطاع الحكومي أيا كان نوع شهادته، أو حتى الكفاءة اللازمة للعمل بالقطاع الخاص أيا كانت شهادته؟ قد تكون كفاءته في الإطار الأكاديمي، ده على سبيل المثال، قد تكون شهادته حصل عليها لأنه متميز في الأبحاث وفي الأوراق التي تقدم بها للحصول على الشهادتين ما بعد الجامعيتين ماجستير ودكتوراه. مش معقول هو مش لاقي وظيفة في القطاع الخاص، فأنا أعتبر الحكومة وكأنها ملجأ، طالما أنه هو لو كفأ هيلاقي شغل. يعني أنا في الحتة دي ببقى بس يعني شوية قد أكون يعني حكمي فيه شيء من الخشونة، مش هسميه القسوة، لكن هو لو كفأ هيشتغل. لكن لو أنا حولت الحكومة إلى أنها ملجأ يلجأ إليه كل من لا يجد عمل، يبقى أنا بزود حمل الحكومة فوق أحملها.
فمش هينفع من ناحيه، لو احنا بنتكلم بقى على دورنا كنواب في البرلمان، مش من ناحيه نبقى واقفين جوه القبه او تحت القبه بنقول للحكومه يا جماعه قللوا من نفقاتكم، يا جماعه اظبطوا الموازنه اكتر من كده، اضغطوا النفقات اكتر من كده، وارجع اقول لهم زودوا لي اعداد الموظفين اكتر من كده. انا في القطاع الحكومي مش محتاج موظفين، الحاله بتاعه وزاره التربيه والتعليم او القطاع التعليمي ما قبل الجامعي في مصر دي حاله، وحالة وزارة الصحة حالة، فلازم أتعامل معاهم طبقا لظروف. وزارة الصحة عندها نقص في الأطباء لظروف تانية خالص، لظروف تانية خالص، مش لأنها ما بتعينش، وعدد المتقدمين مش كتير، وعدد المتقدمين مش كتير، ويمكن الرئيس بنفسه اتكلم في ده علشان المرتب. والرئيس قال أنا لو أقدر أدلهم في الشهر 30,000 هدلهم 30,000، وده كان في رد على أسئلة ومناقشة متعلقة برواتب الأطباء في مصر. فأولا خليني أشكرك سيادة النائبة أمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ولك مني كل تقدير ومحبة واحترام طبعا.